قام سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بزيارة لقاعدة الصهير الجوية للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق معرض البحرين الدولي للطيران 2022. وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود المبذولة لضمان أتم الجاهزية والاستعداد لتدشين النسخة السادسة من المعرض الذي ينطلق غدا برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبإشراف من الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران. وأكد سعادته خلال الجولة أن إقامة معرض البحرين الدولي في دورته السادسة ومرور 10 سنوات من النجاح يدل على ما وصلت إليه مملكة البحرين من نهضة تنموية حضارية كبيرة بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق الإنجازات والنجاحات الكبيرة في كافة المجالات ومنها إقامة المعارض الدولية المختصة في صناعة الطيران والفضاء. Thank you.